مثل هذا الذي قال له رجل امشي بنا إلى الولي الصالح. فهذا تعلم كان مسألة بالنحو، قال لا روح نمتحنه، هيك لبعض الطلاب علمه لحمقهم، قال نمتحنه بيعرف هذا شيخ بالنحو الإعراب كذا. دخل نظر إليه، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. نظر إليه عرف، ربي كشف له أنه جاء من أجل امتحان، وأشار أن جاء ببيت من الشعر ولحن فيه. قال لو يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. نصب الفاعل ونصب خبر إن، فاستنفر هذا الطالب وقال هذا تقول عنه من أولياء الله، هذا ما يفرق بين الفاعل المفعول به. ترك المجلس ومشى. هذه ذكرها الشعراني في آداب الزيارة، زيارة الأولياء، زورهم بقلب طاهر وصافي. شو سيدي، بعد مدة اجتمع هذا التلميذ الأعجر هذا الجلف بذاك الشيخ الولي الصالح. الشيخ يمشي والتلميذ راكب، فنظر الشيخ إلى التلميذ وذكر له البيت من غير لحن، قال ويظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. ذكر له البيت معربا من غير لحن، فعرف التلميذ أن الشيخ قد كشفه في المرة الأولى، فنزل عن الدابة واعتذر من الشيخ. فقاله الشيخ، قاله نصبة ذهبت بك، بس الفتحة جبناها هربتك من عندك، ورفعة جاءت بك، ما هكذا يزور الناس الفقراء. زور الفقراء، أي الفقراء الأولياء، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، أصحابهم تأدب في مجالسهم وخلي عظك مهما قدموك وأرى زرت الولي. يا رب أبدا أن يعرفني بربي، أريد أن أصل إليك عن طريقي يا رب. أما تريد الدنيا، كثر من الطلاب اليوم يريدون الدنيا، تحصل لهم الدنيا خاص كما قلت لكم بارحة. كلف الشيخ واحدا يخدم هذا الطالب، فهذا الطالب ذهب مع ذاك الغني وترك الشيخ ولا يسلم ويقاطعه حتى على التليفون، مع حكى صار ذاك التاجر يجيب له أخبار التلميذ، يقول له والله أخبرني فلان صار المستشار عند هذا طالب علمين هذا الغني، وترك شيخه. الله العظيم، آخر زمان وصلنا إليه. يقول لك لا تعصف، ده الله يفرج عن المسلمين، إن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعود بدك تفهم الناس كيف، هذا هم بقى المصيبة الكبرى، كيف بدك تحذر من الناس الآن الذين يصنعون هذه الصناعة الخسيسة ويدعون المشيخة وهم يريدون دنيا. شلون بدك تفهم التلميذ؟ إذا تفهمه بصراحة بيجيب لك بلا، بقول عند هذا فلان ودلك عنده عزوة، بيشن عليك حرب. شو سيدي، مثل هذا العكروتة عنكم بالضيعة، إما أن تصنعه اخرب بيته. سمعت السماع، آخر زمان، يا أما بتجي بتحضروا عندي المناسبة أو إلا أوقدت فتنة في مساجدكم، ألا لعنة الله على الظالمين، قاتلهم الله أن يؤفكون. سمعت السماع، سمعت آخر الزمان، إما أن تحضروا مناسبة عند وإلا أوقدت الفتنة في مساجدكم. سمعت السماع، نعم، قسم الله الجبابرة، قسم الله رؤوس الجبابرة الذين ينفخون في رؤوس هؤلاء الخنازير أهل الذلة والهوان، صيروهم أعداء لدينهم ولأئمتهم. سمعت السمع، إن لله وإن إليه راجعون. واحد قال لك منين بيجيب الأخبار، قال لي أطفت، هذا صاحبك قال لي أنا طفت العالم، كان عنده 100 شركة، قال لي طفت العالم كله لكن في درسك أسمع أخبارا ما سمعتها في حياتي. انت والله أعرف أصحابها، هل هذا بدي أذكر لك القرية وين أبدا، لكن ما أذكر. نريد النصيحة لا الفضيحة،
أريد هذه الدعوة الآن بقسم الجبابرة أن تصل إلى هؤلاء العكاريت. قسمهم الله، قتلهم الله، قتلهم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ألا اسمع يا هربان إنه سيكون بعدكم. روح لح الحمام روح. نعم يعني هذا حسن الظن. ألا إنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم أبدا. أنا ما أستطيع إلا أن أنصح يا طالب. أنا في المعهد عم درسه معه إذن من الموجب اللي بسمع لي أطلع. قال لي وين رايح؟ قال لي عندي شغل. قال لي يا ولد أنا ناصح لك. المعهد والحكومة أعطوك إذنا لك أنا ناصح. إن قدرت نعم أن تقضي العمل بعد المعهد فأنا ناصح لك. الآن كل مسألة علمية مسألة فقهية خير من 1000 صلاة ركعة. وكثر والله يا أبا حفص كثر يرجعون يقعدون في المقعد أبدا ما يذهب. لأنه والله أنا أنصحه له. وهذا الذهب كمان أنا أنصحه. وين رايح شو زي راح هذا صاحبه فهمنا هل جابك بالسيارة وين أنت عامل جابك بالسيارة. الآن مضطر عنده شغل بيسافر حمص الله يسر له ويحميه إن شاء الله يحفظه. لكن أنت إيش حتى تصل إلى تقعد الآن لكن ما اختار بعين بالرجال. أنت شاب أقعد. أنا ناصح. أنا اتصل فيه له تعال كبادي تعال حتى لا تنده. أنت شاب أقعد قعد بمجلس علم أقعد. خير من صلاة 1000 ركعة. إيش يوجد في البيت وفي النوم وفي البخاري طاف الكرة أرضية مرتين. أنت يا عفريت تستثقل أن تمشي من كفر سوسة للأموي؟ شوف في حالك وين. قال والله واحد اللي جينا مشي من كفر سوسة مشينا نصف الطريق كأنه جاي من بلاد القوقاز. هذول جاءوا مشيا على أقدام لما هربوا من الشيوعية لعنة الله على الملاحدة. جاءوا مشيا على أقدام أجداد هذا الأفندي الحلو صاحبه. لما وصلوا حدود بلاد الشام إيه صنعوا؟ احكي. خلعوا نعالهم. إيش قالوا؟ وصلنا وصلنا الشام الشريف بلاد المقدسة. لما وصلوا حدود بلاد الشام مشوا حفاة. قالوا خلاص لو متنا وصلنا إلى شام شريف البلاد المقدسة مشوا حفاة. فالبخاري طاف الكرة الأرضية مرتين هكذا طنطاوي يقول. رحلات البخاري بلغت دوران الكرة الأرضية مرتين. كم كيلومتر هذا حسبه صاحبك بيع الدجاج؟ 40,000 كيلومتر. 40,000 كيلو مشى البخاري على الحمار وعلى قدمه. 40,000 كيلومتر. ضرب 2 كمان اسمع هون بس ما يكون هي مثل تبع الفضة. بكرة راجع ما ذكرنا انه اقل ما 500,000 ليرة سوري. اجا راجعني هذا افندي قال لي والله مبارك انت بيع فضة. وقال 1.5 مليون. لك يا والله انا سألت هذا البارح صاحبك بحفظ اسمه ابن عمك هذا الصغير سألته حسبه انتو 500,000. قال لي انا هيك. قال لي انا ما بحب الجدال. قلت له من راجعه بعد ساعة اتصل صحح. قال والله انا شو سيدي ابدا التصويب انه كما قال لكم هذا اقل المال 500,000 مو 1.5 مليون.